اهلا بكم مشاهدينا الى اخر نشراتنا لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن تظاهر الاف الامريكيين في عدد من المدن الامريكيه للتعبير عن قلقهم ازاء التغير المناخي في احتجاجات حاشده تتزامن مع مرور مئه يوم على تولي دونالد ترامب للرئاسه ويقول المنظمون ان المظاهرات التي اطلقوا عليها اسم مسيرات الشعب من اجل المناخ في عشرات المدن من بينها العاصمة واشنطن هي جزء من جهود واسعة النطاق لحشد زخم يهدف لدعم مرشحين مدافعين عن البيئة في الانتخابات النصفية للكونغرس التي تجري العام المقبل والانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2020 وقد شارك في المظاهرات عدد من الشخصيات السياسية والفنية من واشنطن تنضم الينا مراسلتنا ريما ابو حمديه ريما كيف يبدو زخم هذه المظاهرات التي يعني تتزامن مع مئة يوم من حكم ترامب بالفعل هذه المظاهرات خصصت ان تكون لتتزامن مع الأيام المئة الأولى أو مع ذكرى مرور مئة يوم على وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض هذه المظاهرات لديها رسائل واضحة للإدارة الأمريكية وللشعب الأمريكي بشكل عام عشرات الآلاف من المتظاهرين في شتى أنحاء الولايات المتحدة منها أيضا في العاصمة الأمريكية خارج أسوار البيت الأبيض يتظاهرون للمطالبة بوضع قوانين تتعلق بالتغير المناخي تتعلق بالبيئة خاصة وأن هذه الاداره الامريكيه رفعت القيود على الكثير من القوانين والضوابط المتعلقه بالتغير المناخي وبالتالي يقول المتظاهرون يريدون من الرئيس الامريكي ان يعيد بالضوابط والقيود على الشركات والمؤسسات لحمايه البيئه وايضا دعم البحوث العلميه المتعلقه بالتغير المناخي خاصه مع تزايد هذه المشكله في العالم وليس فقط في الولايات المتحده. طبعا اليوم هو يمثل اليوم المئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض آثر أن يكون خارج العاصمة الأمريكية في بنسلفانيا في مهرجان خطابي له ولكن في العاصمة هناك الكثير من الحديث وفي شتى أنحاء الولايات المتحدة حديث كبير يدور حول الأيام المئة الأولى له في البيت الأبيض من نعم. السياسات من الداخلية الأخرى. التي لم يتحقق منها الكثير سواء نعم يعني في هذه النقطة ريما ماذا عن القضايا الأخرى ما الذي حققه وما الذي أخفق فيه كثير من الوعود اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال الحمله الانتخابيه لم يتحقق منها الكثير حتى هذه اللحظه اكثر من 30 وعد اطلقه خلال الحمله الانتخابيه على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي على الصعيد الداخلي بناء السور على الحدود مع المكسيك تغيير برنامج الرعايه الصحيه والذي فشل فيه فشل ذريع مع رفض الجمهوريين في الكونغرس الامريكي للمقترح الذي تقدم به جمهوريون ايضا إصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة. وهو حتى الآن ما لم يتحرك نعم. قيد أنبلة كثير طبعا من القضايا الأخرى المتعلقة بالشأن الداخلي. وأيضا في الشأن الخارجي من التعامل مع الصين. روسيا. الأزمة السورية إلى آخره. كنت قد أعددت تقرير حول آخر أو حول المئة يوم الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لنشاهد معا. <applause> مئة يوم مر على تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وعود كثيرة أوصلته إلى البيت الأبيض لم يتحقق منها إلا القليل ترامب المرشح كان رجل أعمال وكان ناجحا واستطاع أن يحصل على ما يريد من خلال القوة ولكن يتعلم الآن كرئيس أن العالم معقد أكثر من تعامل تجاري في نيويورك داخليا تعثرت محاولاته لإلغاء برنامج الرعاية الصحية بالرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس خارجيا لم يكن الامر اقل تعقيدا، فالعلاقه مع المكسيك شهدت توترا في ايام حكمه الاولى على خلفيه بناء جدار على الحدود بين البلدين، وبشان الصين فلم تتضح بعد ملامح العلاقه معها حتى الان. اما فيما يتعلق بالشرق الاوسط فقد غير ترامب موقفه من نظام الاسد بعد القصف الكيميائي على خان شيخون، فيما تريث بنقل السفاره الامريكيه الى القدس، ليبقى الثابت الوحيد هو القضاء على تنظيم الدوله الاسلاميه وسط غياب استراتيجية واضحة لفعل ذلك تظهر الأيام الماء الأولى لترامب أنه لا يعرف كيف يكون رئيسا لكنه يعرف أن عليه أن يستمع إلى أصوات مختلفة ويقول البعض أيضا أنه يجب عليه أن تكون لديه القيادة والفطنة والقدرة على فهم العالم وتظهر الأيام المئة الأولى أننا أمام إدارة جديدة مختلفة عن سابقاتها أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي عن استعداد بلاده لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية وقضايا أخرى كمكافحة الإرهاب لقد سمعنا جلاله الملك عبد الله الثاني مرات كثيره وهو يقول ان التعاون بين روسيا والولايات المتحده يحمل معنى مهما لعمل المجتمع الدولي واؤكد لكم اننا مستعدون لذلك ونامل في نفس الشيء من واشنطن من جانبه دعا رئيس التركي رجب طيب أردوغان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتوحيد قواه مع تركيا لمحاربة تنظيم الدولة وإنهاء وجوده في مدينة الرقة السورية لا أحد يحارب ضد داعش بشكل جدي غيرنا ولا ينبغي لأحد أن يتحدث عن مدى جديتنا في هذا الأمر حتى الآن تم قتل أكثر من 3000 من أعضاء داعش خارج حدودنا في مدن جرابلس والراعي والباب من إسطنبول ينضم إلينا جاهد توس وهو الباحث في معهد الفكر الاستراتيجي التركي أهلا بك إذن دعوة مزدوجة من روسيا وتركيا للولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب هل تسابق أنقرة واشنطن في هذا السياق في الحقيقة هذا أمر ليس سهلا لأن هناك توتر في بعض الملفات مختلفة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية لأن تبدأ بعض الخطوات إيجابية في هذه الملفات مهمة للغاية لدى صناع القرار تركيا وخاصة ملف دعم الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميليشيات كردية وهذه ميليشيات كردية في الحقيقة ميليشيات إرهاب وقامت كثير من الأعمال الإرهابية بداخل تركيا وهناك امتداد بين هذه الميليشيات الكردية في شمال سوريا وحزب عمال كردستان وحزب عمال كردستان هو حزب إرهابي ومعترف من قبل كافة الدول على مستوى العالم خاصة أمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ولذلك تركيا تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تقطع علاقاتها مع هذه الميليشيات كردية في شمال سوريا وتركيا ايضا تدعي وقدمت قدمت خطوه ملموسه ولكن حتى الان يعني لم تبدي واشنطن ممكن يعني اي نيه في هذا الاتجاه اذا علامه تعول تركيا للأسف الشديد يعني المشكلة عند صناع القرار واشنطن خاصة خاصة في آونة الأخيرة في نهاية عهد أوباما وأيضا مع مجيء ترامب إلى يومنا هذا لم يوضحوا أو أو ملف استراتيجياتهم في حول ملف الشرق الأوسط ليس واضحة وهذه مشكلة كبيرة ولذلك تركيا أحيانا قامت بأن تعمل بعض الأشياء مع الولايات المتحدة أو أمريكا ولكن للأسف الشديد مع هذه هذه السياسه الغير واضحه لم لم تستطع تركيا ان تصل الى اي نتيجه ملموسه ولذلك اتجه الى روسيا وطبعا جاء من خلال هذه المبادرات التي قامت بها تركيا جاءت مباحثات استانا وهذه كان نموذج ناجح وجيد في الحقيقه ولكن للاسف الشديد بعض الدول في المنطقه خاصه ايران والولايات المتحده الامريكيه عدم سياساتهم واضحه لم لم تصل الى نتيجه ايجابيه هم. للاسف في ها... يعني في هذه سياق هذا قيمة. الان انا برايي نعم في سياق هذا السباق التركي الروسي كما قلنا في البدايه للتعاون مع واشنطن يعني من خلال تكثيف ضرباتها على الاكراد الا تسعى واشنطن للضغط عفوا للضغط على واشنطن خاصه قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي والامريكي في غضون الشهر المقبل في الحقيقة الشهر القادم سيكون هناك لقاء بين سيد رئيس الجمهورية التركية وترامب أعتقد سيتم مناقشة حول هذا الموضوع كما تعرفون قبل أسبوعين ثلاثة أسابيع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كان موجودة في تركيا وأيضا قبلها كان موجودة هنا رئيس أركان الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في نفس الوقت كانوا موجودين في تركيا وتم اللقاء بين رئيس رئاسه الأركان في هذه الثلاث دول واعتقد مناقشه حول موضوع الموضوع العسكري تم نقاش حول ذلك وطبعا رئاسه اركان تركيا اعلن ان قدم قدم خطوه ايجابيه وقابله للتنفيذ للاسف الشديد على 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 فهم او على معلومات التي حصلت عليه نفهم ان بجانب بجانب عسكري كل شيء واضحه وموجوده ولكن نعم. يحتاج قرار سياسي ولكن مم. قرار سياسي هناك مشكله عند صناع القرار الولايات المتحده الامريكيه المشكله كبيره كما قلت نعم. السياسه الولايات المتحده الامريكيه حول ملف الشرق الاوسط نعم. تحديدا سوريا ليس واضحه شكراً. وهذه تحديدا كبيره لمكافحه إرهاب الارهاب في اسطنبول نعم جاهد توز الباحث في معهد الفكر الاستراتيجي التركي قالت مصادر في المعارضه السوريه ان المشفى التخصصي في مدينه كفر زيتا في ريف حما الشمالي دمر بشكل كامل جراء تعرضه لقصف جوي واكدت المصادر ان طائرات حربيه تابعه للنظام وروسيا استهدفت بالامس واليوم المشفى باكثر من عشر غارات جويه بالصواريخ الفراغيه والارتجاجيه وهو ما اسفر عن تدميره كما دمر القصف مركزا للدفاع المدني في المدينه واودى بحياه عنصرين من المركز صعدت قوات النظام السوري والميليشيات الاجنبيه المتحالفه معها هجومها على منطقه الغوطه الشرقيه في ريف دمشق، واكدت مصادر في المعارضه السوريه ان قوات النظام تحقق تقدما في الجيب المحاصر منذ عام 2013 مستفيده من استمرار القتال بين جماعات مسلحه داخل الغوطه الشرقيه. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه وثق مقتل 38 مسلحاً على الأقل في صفوف مقاتلي المعارضة في الساعات الأربع والعشرين الأولى من المعارك. قتل 14 عنصراً من الشرطة العراقية وأصيب 20 آخرون في هجوم لما يعرف بالدولة الإسلامية استهدف حي باب الطوب قرب المدينة القديمة في الموصل. كما افادت مصادر ميدانيه بمقتل 16 من القوات العراقيه في تفجيرات انتحاريه نفذتها عناصر التنظيم غربي المدينه. من ناحيه اخرى قال مصدر امني عراقي ان قائد الفرقه الخامسه في الشرطه الاتحاديه اللواء علي اللامي اقيل من منصبه بسبب الخروق الامنيه في المدينه القديمه. ونقى في الموصل اذ دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لاغاثه السكان المدنيين المحاصرين في الساحل الايمن من مدينه الموصل، واكدا ضروره تجاوز فكره عدم ارسال اعانات مخافه وقوعها في ايدي المتطرفين. وحمل الجبوري في كلمه القاها خلال احتفاليه لتحالف القوى العراقيه في بغداد، حمل السلطات مسؤوليه انقاذ حياه سكان الموصل وطالب بإلقاء المساعدات جوا وبكميات كافية على المناطق المحاصرة الحاضرون الكرام لا بد من أخذ مخاطر ما يجري للمحاصرين من المدنيين في الموصل بنظر الاعتبار والعمل ومنذ هذه اللحظة وبشكل جاد من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية والقوات الأمنية على المباشرة في إيصال الأطعمة جوا وبالكميات الكافية على المناطق المحاصرة في أيمن الموصل وتجاوز فكرة المخاوف من وقوعها بيد الإرهاب فإن ما سيصل منها للأهالي سيكفي لإنقاذ الجوع من الرهائن المدنيين من الهلاك نشاطنا متواصلة معكم وفيها أيضا القاده الاوروبيون يتبنون الخطوط العريضه لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حذرت الامم المتحده من ان ملايين اليمنيين يواجهون خطر الموت جوعا بسبب فشل المجتمع الدولي والدول المانحه في جمع المبالغ اللازمه لمواجهه المجاعه هناك واكد مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي ان طفلا يمنيا يموت جوعا كل عشر دقائق وحذر من ان هيئات وافراد الاغاثه يمكن ان يواجهوا مشكله اختيار الجهه التي ستتسلم الاغذيه واوضح ان خطر الموت جوعا يواجه ملايين الاشخاص ليس فقط في اليمن وانما ايضا في عدد من الدول الافريقيه وهي الصومال وجنوب السودان ونيجيريا. نتحدث عن طفل يموت جوعا كل 6 الى 8 دقائق في اليمن وحده لذلك علينا مواجهه وجه طفل ميت كل عشر دقائق لأننا فشلنا في القيام بعملنا كإغاثيين عبر العالم على العالم أن يعرف المشكلة وإلى أي درجة هي حرجة وكل ذلك نتيجة لمآس من صنع الإنسان ما تزال ردود الفعل الشعبية الغاضبة تتواصل في عدن جنوب اليمن عقب القرارات التي اتخذها الرئيس عبد ربو منصور هادي مؤخرا وشملت إقالة محافظ عدن وتعديلات في حكومة أحمد بن دغر تقرير خليل القاهري لليوم الثاني على التوالي يتحرك الشارع بعدن رفضا لقرارة الرئيس عبد الرب منصور هادي المحتجون جددوا رفضهم إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك وإحالته إلى التحقيق بموجب قرارات أصدرها الرئيس هادي يوم الخميس وشملت أيضا تعديلات طفيفة على تشكيلة حكومة أحمد بن دغر قرارات اعتبرها المتظاهرون مساسا بالمقاومة الجنوبية ورموزها في استحضار للمكانة التي يحظى بها المحافظ دروس والوزير بن بريك كابرز القاده الميدانيين على الارض خاصه في الحرب التي شهدتها عدن ضد الحوثيين وقوات صالح قبل عامين رافضين قرار الرئيس عبد الربا منصور والقرار هذا يهدف الى اعاده الشرعيه والشعب كل الجميع يتكلم انهم متمسكين بشرعيه المقاومه وتأتي تظاهرة اليوم بعد تلك التي شهدتها أمس الجمعة مدينة عدن والضالع دعما للقياديين المقالين قررت هادي أعقبت مؤتمرا صحفيا كان قد عقده محافظ عدن المقال مطلع الأسبوع وطالب التحالف العربي بتوجيه الدعم المقدم إلى السلطة المحلية مباشرة متهما جهات في الحكومة بممارسة بعض أوجه الفساد ويخشى مراقبون من أن تتسبب القرارات الرئاسية والردود الشعبية حيالها بمزيد من الف الفوضى في مدينة عدن التي لم تستتب فيها الأوضاع الأمنية كما يجب خاصة في حال استمرار خروج المزيد من التظاهرات وما تفرضه من أعباء أمنية إضافية خليل القاهري التلفزيون العربي غادر بابا الفاتيكان فرانسيس العاصمة المصرية عقب زيارة استغرقت يومين والقى البابا فرانسيس خلال زيارته خطابا امام المؤتمر العالمي للسلام وسط حضور شيخ الازهر احمد الطيب كما التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وباب اقباط مصر تواضروس الثاني قبل ان يختتم تلك الزياره بتراسه قداسا جنوبي القاهره اعتمد زعماء الاتحاد الاوروبي بالاجماع الخطوط العريضه للتفاوض مع بريطانيا بشان خروجها من النادي الاوروبي ويسعى القاده الاوروبيون الى ابراز وحدتهم ازاء التحديات التي يواجهها الاتحاد الاوروبي الاتفاق على الانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي والبقيه تاتي هي النقطه الاساسيه التي حملتها الوثيقه التي اعتمدها اليوم قاده الاتحاد الاوروبي بالاجماع قبيل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل الوثيقه اغلقت الباب امام اي تفاوض بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي على اتفاق مستقبلي للعلاقات الثنائيه موازاه مع مفاوضات الخروج من التكتل الاوروبي كما كانت تطالب لندن وتركت بالمقابل الباب مفتوحا لبدء نقاش حول شكل العلاقات المستقبليه في حال حصول تقدم جوهري ومبكر في القضايا ذات الاولويه، خطه وصفها رئيس المجلس الاوروبي بالصارمه والعادله. علينا ان نبقى متحدين كاتحاد اوروبي ب 27 عضوا وعندئذ فقط سنتمكن من انجاح المفاوضات. وهو ما يعني كذلك أن وحدتنا هي أيضا في مصلحة المملكة المتحدة وتحمل الوثيقة مجموعة من الإرشادات تشدد بالأخص على التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ثلاثة ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في الدول الأوروبية فضلا عن ضرورة دفع لندن لمليارات من اليورو مستحق عليها وتحديد واضح للحدود بين دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا على جزيره ايرلندا يسعي الاوروبيون الى انجاح البريكسيت لادراكهم بانه يشكل امتحانا حقيقيا لوحدتهم ولتماسك التكتل الاوروبي لبي فهمي التلفزيون العربي بروكسل اعتقلت السلطات الروسية عشرات الناشطين خلال احتجاجات للمعارضة وسط العاصمة موسكو تطالب الرئيس فلاديمير بوتين بعدم ترشيح نفسه لولاية رابعة العام المقبل. ودعت حركة روسيا المنفتحة التي أسسها ميخائيل خودركوفسكي إلى التجمع عند المكتب التنفيذي للرئاسة لتسليم التماسات مكتوبة لبوتين تحده على الانسحاب من الحياة السياسية. وكانت السلطات قد صعدت الضغط على حركة روسيا المنفتحة إذ وصف الكرملين الاحتجاجات بأنها غير قانونية وتوعد بأن تتعامل معها الشرطة بناء على ذلك طلب رئيس الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمة يارا الجماعات المتمردة بإنهاء الحرب والانضمام إلى عملية السلام التي لا تحمل معنى ولا مغزى ولا تتسم بالقدسيه. اريد حكما اسلاميا في كل انحاء بلادي ولن اكون راضيا عن اي شيء اقل من ذلك حتى لو كان العالم ضدي. اريد افغانستان حرا وفخورا ومستقلا ومسلما. اكره الحرب التي تؤدي الى قتل الافغان وادعو الامه الى عدم السماح لمجموعه من المتغطرسين والجهله بايذائهم. نجا أربعة أشخاص وطاقم طائرة صغيرة من موت محقق بعدما تمكن قائد الطائرة من الهبوط في مطار ساراسوتا في ولاية فلوريدا الأمريكية وقال المتحدث باسم مطار ساراسوتا الدولي إن إحدى عجلات الطائرة سقطت في الجو خلال رحلتها من بلاس هندوراس لبريطانيا ختم النشرة إلى اللقاء